ما نسمعك بس معايا الفنان الكبير هاني شاكر. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازاي حضرتك استاذ؟ الحمد لله تمام. برحب بحضرتك وبالمايسترو العظيم سليم سحاب. ربنا يخليك استاذ. وبالولاد الجمال دول، وانا مش عارف اقول لك والله يا مايسترو، انت عملت فيا ايه النهارده؟ ربنا يخليك يا استاذ هاني. عايز اقول لمصطفى دموعك غالي علينا جدا كلنا. الله يخليك حبيبي. انت يعني مثال للشاب الجميل الفنان الحلو اللي صوته حلو. يا رب ما اشوفك بتعيط ابدا يا مصطفى. سامع يا مصطفى؟ سامع يا حبيبي. استاذ هاني شاكر بكلمك. شكرا يا استاذ كلها. ده مش كان من احلامك انك انا نفسي اشوفه. اهو بكلمك استاذ هاني. استاذ هاني احنا عايزينك تيجي تعمل زياره للمشروع بتاعنا. أنا في احدى البروفات نشوفك ان شاء الله. اتمنى. وانا عايز اقول لك كمان انا نفسي اعمل معاكوا حفله يا حبيبي. يعني والله مش بس اجي زياره، تشرفني. انا عايز اغني مع مصطفى واغني مع الولاد الحلوين اللي موجودين دول كلهم. والله يا ريت يا استاذ هاني انه ننطلق. انه انا حاسس انه هذه القضيه اللي بنعالجها بقالنا سنين ولا تعالج، وهي قضية حقيقة. الأطفال حقيقة. يعني أنا شوية مش عايز أقول أطفال الشواء، خلينا نقول أطفال، دور رعاية الأطفال يمكن أن نحلها بالفن وباكتشاف المواهب. يعني ودي حقيقة زي ما حضرتك قلت، بدل ما طول النهار ما بيعملوش حاجة، أنت لما تشغل الشاب من دول أو الطفل من دول في حاجة جميلة تديله معنى للحياة ومعنى لوجوده، هيحس قد إيه الحياة حلوة. وانا مش عايز مصطفى يغني الغنى ولا غناه دي تاني. لا خلاص انا قلت له من النهارده لازم يا مصطفى. وعايز اقول لك حاجه، لو ربنا مش بيحبك ما كانش خلى دكتور المايسترو سليم سحابي يسمعك. الله يخليك. بس انا نفسي اسلم عليك. حاضر يا حبيبي، حاضر يا مصطفى. والمره الجايه زي ما بقول لك نغني مع بعض، وانت وكل زمايلك اللي موجودين معاك. وانا يسعدني يا مايسترو ان انا اعمل معاك حفله بجد بعد ما نخلص. ده يسعدني يا استاذ هاني جدا. انا يسعدني، انا هبقى على تواصل مع حضرتك. ربنا يخليك.